بالنسبه لنا غادي تكون صعبه ولكن غير مستحيله، لانه هو عندنا واحد الوعي تام. يعني اول شيء في المستوى ديال الفرق ديال اللي يقدر يخلق المفاجاه هنا، وعندنا كذلك درايه ومعرفه بفريق الوداد البيضاوي. كتبقى النقطه اللي الكل كيشير ليها بانه غنلعبوا في ملعب الكل يتمنى يلعب فيه، ملعب اظن بانه الجمهور غادي يكون عنده دور فعال في تاثير هذا الفضاء، واللي احنا بالنسبه لنا جوج الفرق اللي خصنا نعطيو واحد الصوره طيبه لكرة القدم ديال العربية ديال شمال افريقيا، ونشرفوا افريقيا كذلك في هذا المحفل، والفريق اللي غادي يستاهل ينتصر غادي ينتصر.